السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة كده ان شاء الله. ان شاء الله بقى النهاردة هنعمل السمك المكرل بطريقة حلوة قوي وخلطة جبارة. لو جربتوها هتعملوها في كل انواع السمك، مش في نوع السمك ده بس، لا في اي نوع انتوا بتفضلوه. بس يا ريت بقى لو لسه بتشوفوني لاول مرة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك. يلا نقول بسم الله ونشوف السمك التحفة ده عملناه ازاي. اهم حاجة في السمك طبعا نظافته، تنضفيه كويس جدا تحت المية وبملح وخل وليمون. وكمان انا بستعمل له فرشة، بعد ما بنضفه خالص بجيب الفرشة دي بتشيل الطبقة البني. الفرشة دي ممتازة وبتريحك وانت بتنضفي السمك وبتشلك الطبقة البني اللي بتبقى في السمك بسهولة. بعد ما نضفنا بقى السمك كويس جدا هنحتاج عصير 3 ليمونات كبار وخمس فصوص ثوم ومعلقة كبيرة زيت والبهارات ملح وبابريكا وكمون وشطة واهم حاجة الكزبرة الناشفة. واحتاج كمان طماطمتين كبار وبصلاية واحدة وشطة وفلفل اخضر. طبعا لو ما بتحبيش الشطة استغني عنها. هي دي بس المقادير اللي انا هحتاجها عشان اعمل السمك الحلو ده. واهم حاجة السمك بقى اللي احنا منضفينه كويس جدا. تجيبي الكمية بقى اللي انت عايزاها على حسب افراد اسرتك. وطبعا لو ضعفتي كمية السمك هتضعفي برضو المقادير اللي احنا قلنا عليها. هنجيب بقى كل سمكاية ونحطها على ورق فويل. طبعا بتقطعي حجم ورقة الفويل اكبر من حجم السمكية. هجيب بقى رشة ملح واحط على جلد السمك عشان ما يلزقش في ورق الفويل وعشان تملحي السمكية برضو، لان التتبيلة اللي احنا هنحطها من فوق فهتبقى من تحت مش متملحة. وهقفل بقى ورق الفويل بالطريقة دي، هقفله من الجناب. وهقفل من عند الديل ومن عند السمكية من فوق. ده شكل السمكية معايا. هعمل بقى كل كمية السمك بنفس الطريقة. هاجي بقى عشان اتبل السمك هجيب الثوم واحط عليه الليمون ومعلقة الزيت والتوابل، الملح والشطة والبابريكا والكمون والكزبرة الناشفة. اخلطهم بقى كويس جدا. هجيب بقى التتبيلة اللي احنا عملناها ونتبل بها السمك اللي احنا حطيناه في ورق فويل. هتبل بقى السمك كويس جدا في كل مكان في السمكة عشان هو ده اللي هيدي طعم حلو للسمك. بعد ما تبلت كمية السمك كلها هسيبها في التتبيل 10 دقايق عشان يبقى طعم السمك حلو. ونيجي بقى للخلطة. عندنا بقى الطماطمتين الكبار والبصلاية والشطة والفلفل، هاخدهم واضربهم في الكبة. بعد ما ضربتهم بقى في الكبة ده شكلهم. هتبلهم بقى طبعا علشان يبقى طعمهم حلو، ولانهم طبعا دلعين محطناش لسه عليهم ملح ولا اي توابل، هنحط بقى التوابل عليهم، البابريكا والكزبرة الناشفة والكمون والملح. وكمان هنحتاج كزبرة خضراء بتدي طعم حلو قوي للخلطة اللي معايا. هخلطهم بقى كلهم على الطماطم والفلفل والبصل اللي احنا ضربينهم في الكبة. هحط التوابل وهحط كمان الكزبرة الخضراء عليهم وهقلبهم بقى كويس جدا. بعد ما خلطتهم بقى كويس جدا هحط عليهم معلقة زيت
وكمان معلقة خل واخلطهم كويس. بقى هجيب بقى السمك اللي انا سبته في التتبيلة وحط عليه الخلطة اللي احنا لسه عاملينها. هحط طبعا على كل السمكية. عايزة اقولك ريحة الخلطة تحفة وريحة السمك جميلة قوي. ياريت تجربوها وتكتبولي في التعليقات رأيكم فيها ايه. بعد ما حطيت الخلطة على السمك كله هحطه بقى في الفرن في درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. والفويل ده مش بس شكل، لا ده بيسرع عملية التسوية جدا. السمك هياخد معايا ربع ساعة، وبعد ما يستوي هقيد عليه الشواية 2 دقيقة. ايه رأيكم بقى؟ عايزة اقولك شكله تحفة وطعمه حلو قوي وريحته تجنن، وزي ما بنجيبه من بره واحلى كمان وانضف. يا ريت بقى لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك لو الفيديو نال اعجابكم. عايزه اقول لك بقى ان الخلطه بتاعت السمك دي ممكن تعمليها مع اي نوع سمك انت عايزاه، مش بس السمك المكرل معايا، لا اي نوع بتفضليه حطي عليه الخلطه دي، هتدي للسمك طراوه وطعم حلو قوي. يلا اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، ومع السلامه.